قل الحمد لله حتى يتسع صدرك للحياة، وقل الحمد لله فإن بها تطيب الأحوال، وقل الحمد لله فإن بها تدوم النعم. العسل، صباح السكر، صباح الفل، صباح الهنا. النهاردة يوم جميل، يوم جديد، يوم حلو، عايز أكل فيه حاجة حلوة سخنة. ماليش دعوة بقى، عايز أكل حاجة حلوة سخنة ومشبعة كده وما تتخنش. اختراع يعني. هو مفيش حل غير اللي أنا أقوم أعمله ده. تعالوا بيه، صباحكم عسل، صباحكم رضا، وصباحكم فول. يلا بينا. بصوا بقى يا ولاد، انا ايه قلت كده وانا داخله اعمل الفطار، قلت ما اشمس الاوضه اول وانا اعمل الفطار. ما عندي الاوضه نظيفه، ما فيش فيها حاجه، يا دوب عادل بس كده السرير. طبعا اللحاف شكله مش حلو ومش عاطفي، انا عارفه، بس مش مشكله. وبيدفي اليومين دول، عمال ما طلع بقى اللحاف الفرو الابيض يعني، بس ايه اللحاف الفرو الابيض عايز تنظيفه حلو. المهم يعني ايه، قلت كده اعدل السرير واظبطه كده واخش اقعد افطر، يبقى الى حد ما الاوضه ايه نظيفه، مبقاش في وراكي حاجه. وانا عايزه افطر كده افطر حلو في الدفى، في البرد ده يدفينا كده في البرد ده، ويبقى افطار جامد كده على الصبح. بصوا السرير شكله اتغير ازاي يعني، باستثناء ان اللحاف لونه مش حلو، بس مش مشكله. شغل بقى كده الراديو ونعليه شويه عشان واحنا نايمين بيبقى صوته واطي. احلى حاجه كده لما يكون البيت صوت القران مالي البيت كله. فتحت برضو الشباك بتاعه الصاله عشان تشمس كده والنفس والهواء كده يخش المكان، وعدلت كده على السريع المكان. انا الشقه عندي النهارده هاديه ودفى، وكلها هدوء ودفى كده وهاديه يعني، عارفين النهارده يوم كله هدوء. قلت ما اعمل الفطار الحلو ده، جبت كسروله صغيره، كنكه صغيره، اي حاجه عندك، حطيت عليها نص كوبايه شوفان وعليها نص كوبايه لبن، وهحط عليهم معلقه عسل بس. خلاص كده خلصت، نص كوبايه شوفان عليها نص كوبايه لبن عليها معلقه عسل واحده بس، او ممكن تحط سكر دايت لو انت حابه، بس انا عملت معلقه عسل واحده. وهسيبه كده لما يغلي ده مع ده، بس عايزه امسح بس في نقطه عسل، وخايفه البوتاجاز يحرقها تعمل كراميل على البوتاجاز، فتبقوا مسحت العسل اول قبل اي حاجه. فحسيت ان اللبن قليل شويه، قمت مزوده شويه لبن كده. ايه اهو غذاء، وما تسلقيش الشوفان بميه، لو انت عندك لبن اسلقيه بلبن. والله وقع ايه سفيان، وقع حاجه من الطرحه بتاعتي في الشارع عادي يعني، ننزل نجيب. اول ما الشوفان يشرب كده اللبن تنزليه كده في طبق، وتقعدي بقى ايه تدلعي نفسك، بس لازم نحط عليه شويه حاجات دلع بقى. احط عليها معلقه زبده فول سوداني، وعليها قطعه شوكولاته دارك، وعليها شويه لوز بس. ادفي كده المكان، عمال ما فنجان القهوه بتاعي يتعمل، ونقعد في المكان الدافي ده. النهارده نقعد هنا كده نقضي اليوم كله في الدفى ده، النهارده الجو برد عايزين ندفي الحته. طلعت بقى كده فنجان قهوه عشان اعمل بقى قهوه، فعشان يبقى فنجان حلو كده. ونعطيكم الصباح الدلع، صباح الدلع، فنجان حلو كده شكله حلو. والقهوه خلاص خلصت، نعمل القهوه. ايوه بقى هو ده الفطار الجامد يا نشوه اللي انتوا بتستنوا. انا كمان بستناه يعني، انا اول ما بصحى من النوم بقول ترى هفطر ايه، هدلع نفسي الصبح بايه كده يعني. قعدت بقى كده حطيت الفطار، وقعدت كده زي ما انتوا شايفين، وتغطيت بالبتاع دي، بتدفي والله، رغم ان هي تحس ان هي خفيفه لكن هي قماش البطانيه فبتدفي. وقعدت افطر بقى الفطار الحلو ده في الهدوء ده وفي الجمال ده، بص على المنظر ده، والجو حلو والشمس داخله والنهار جميل. ربنا يجعل. مع السلامه يا شهور مضت، اخذتي منا احباب وغيرتي علينا اصحاب، وعرفتينا على حقيقه بعض البشر، وعرفنا عن الصداقه، وعرفنا الناس على اصلها، وعرفنا مين انا ومين علينا ومين بحبنا ومين بيكرهنا. وداعي يا شهور مضت بحلوها وبمرها، اللهم اعطينا خير هذا العام واكفينا الشر، اللهم عامل لا يخلو من ضحكات اولادنا،
اللهم آمن مليء بالسعادة لهم ولنا ولأهلنا وأحبائنا. اللهم آمن تتحقق فيه أمانينا وتنجلي فيه همومنا. كنت قاعدة رايقة مروعة على مزاجي لوحدي، صحوا أكلوا معايا بالصوت، اقعد اشرب القهوه، قلت الحق ايه اعمل لهم فطار. بصوا الجو هادي، الجو هادي خالص، تعالوا بقى اعمل لهم فطار. بصوا الاوضه وهي داخل لها كده ايه اشعه الشمس. استنوا مين اللي قفل الشباك؟ عشان لسه صاحيين من النوم فقفلوا الشباك. الشمس كده داخله ايه الاوضه. ده الحلو بقى، تعالوا بقى كده. انا عملت فطاري الحمد لله، على نزل وجاب لنا فطار، ودي الرخص بتاعتنا عشان رخصه السواقه بتاعتنا. وعارف كنا عاملينها في نفس اليوم من 10 سنين انتهت، بقى لنا 10 سنين بتسوق. حلو قوي، ده انا مفكره 15 سنه بعينها في درج المعالي. ماشي ماشي. المهم ايه، انا رايحه ادي الرخص تتجدد، احنا اللي هنروح نجددها بس بتاخدي معايا تقريبا حاجه كده. فجاب لنا فطار، جاب لهم هم فطار انا فطار. تعالوا نشوف بقى ايه الفطار بتاعهم ايه. ده من على عربيه الفول، فطارهم احلى من فطاري انا عارف. هما مش شارين ليفت، والراجل اللي جايب ليفت انا عندي برطمانان ليفت. ايه ده؟ ايوه بصوا بقى المنظر اللي يموت من جوع، بتنجان وطعميه وطحينه. الف هنا الف هنا. ده رضيكم، ده رضيكم بس بسم الله. لا هو الراجل ده جاب السندوتشات العيش ده منين؟ ده طالع ترند قوي، بيعملوا له كفته والله. يا مدلعنا يا عم علي، يا بقى قص دي قص دي، يا مدلع نفسك يا عم علي. مدلعنا فين؟ وانا جايب انا هاكل وجايب كله طعميه. توفير اطباق. يا نانو، امير امير، ابوكوا جاب فطار. ابوك جاب لحمه يعملوا. ابوكوا جاب فطار قوموا. لا انا مش هيك، الحمد لله انا فطرت. استنوا اتبرعوا، هاتوا لي طقم كوبايات ميه، كوبايات عصير هديه، عشان الوضع ده انا بقيت غلبانه كل شويه اطلع من كوبايه شكله كوبايه شكل. انا عرايي لانه فرحه اجيب مجات مجات مجات، لكن اجيب حاجه تنفع مفيش. ما عنديش كوبايات عصيره وكوبايات الميه اللي هي كوبايه خلت ربنا العاديه الطويله دي، ما عنديش منها، فتلاقيني حتى شكله شكل. فعيب بقى، اكتبوا لي في الكومنتات لما انزل تحت اشتري لك يا نشوى 6 كوبايات ما تجيش ب 50 جنيه. اروح اشتري لي مج لوحده فرضاني ب 50 60 جنيه، لكن اروح اشتري 6 كوبايات لا. بيحب يفطر بالشاي بس هو شرب شاي اكيد بره، فعاملين له عصير. انا اللي عامله لك العصير في الخلاط امير، عامل لك عصير. انا برضو امير هيقول لا. نانو اجيب لك عصير. خلاص يا نانو ما ترديش، اعتبري ان انت جاوبتي. مش عايزه ليه يا نانو؟ يا ولاد يا ولاد، حبيبتي اجيب لك عصير؟ اعمل لك عصير؟ عايز عصير؟ اجيب لك، اجيب لك عصير. ماشي اجيب لك عصير؟ ماشي. شكلك مش عايز، شكلك مش عايز عصير. تعال بقى قعد هنا. يلا يا امير، يلا يا نور، تعال تعال بقى تعال. ماشي يلا يا شيلي يا بندقه الورد. لا لا البتاع كلها على بعضها، بشويش على حاجتي، بشويش على حاجتي. امير يا علي يلا اقعدوا افطروا بقى مع نفسكم، واكمل انا واكمل انا ايه شرب القهوه بتاعتي. يلا يا ولاد امير. والله قلت امير، امير ابني هيجيب لي، والله العظيم انا مانيش عارفه ساعه ما يمسك التليفون. لسه ماسك التليفون، مشيت النهارده. بتفضلي تقول ايه؟ وانا مشيت النهارده تفضلي تقولي امير 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 امير. بس طلع بيت الوقت اهو، جبت عملت ايه؟ محدش بيقول حاجه. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك ليا، ما تحرمش منك. خد بقى الترابيزه دي كده، تعالى نام وداي الباب. اول ما دخل غير هدومه ولبس نص كم، ده لو ما جالوش نازله معويه ابو قبلهم بجد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. صباح النور عليكم.
مش لابسه بنطلون؟ لابسه مثلي لابسه اعلى بس يعني مش معقول اقعد من غير بنطلون. تعالي بقى افطري تعالي غدي تعالي كلي هنا غير رجلك دي سندوتشات طعمية عامل بصي هنا شويه صلبنا على النبي ده هو فول ما لسه فتره فول ما هو حلو انا لسه فتره على الفول الراجل ده اصلا انا لسه فتره بقى تقوش فين مش خلاص بقى حد ايه عشان خاطر والله لا دو انا كليت عشان خاطر عشان ده فول مفيش منه ضرر تاكلي يا ماما ده انت بتضغط عليا اطمر لا افطر عايزه شاي مش عايزه عصير دي انا عامله لك طب خلاص هاتوا رايق جميل بقى حلو بجد انا عايزين نشكر امير عشان نزل النهارده عمل لي كذا مصحه حلو ربنا يخليه ايه ده ما كنتش متوقعه خالص وراح يعمل لي وصله وما عملهاش قصه يعني بس ربنا يخليه عمل لي حاجات النهارده حلو بصي لما تبقي قاعده كده ومستقنيصه ودي هنا حواليكي بصي دخلت منين دي بقى شايفينها ده اسمه عصفور الجنه والله ده عصفور الجنه بجد والله نسميه عصفور الجنه اهدي 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 عصفور هادي قوي عندكم العصافير في قلب الشقه كده لو كانت نادين هنا كان زماننا فاتت تصرخ وانا عامله العمليه كنت كل يوم بنام هنا على الكنبه دي بس فوق بقى فكانت كل يوم العصفور يجي ميعاد معين قالوا انت جاي تطمن عليا انا لسه عايشه ولا لا انت كنت بقى تخرج بابا بعتك تشوفني بابا بعتك تشوفني تطمن عليا قول له انها كويسه خليه يلا الحمد لله شاطره يا نانو بصوا كنت بقى الحاجات دي يا نانو يلا هنا تعالى تحت الفطار اللي فطرنا بيها وبصوا عندي مواعين هناك اهو تعالوا بصوا دي الفراخ اللي انا مطلعها بس كده ايه تفك كده عشان هطبخها فهحطها على جنب اهو دي بقى مواعين وحاجات كده هغسلها واشطفها على السريع عشان نخش اعمل الغدا وانا المطبخ بتاعي رايق هو رايق يعني بشيل حبه الحاجات دي فهعمل بس المواعين دي هعمل مواعين دي كده على السريع وبعدين ايه نخش نطبخ نشوف معانا هنطبخ ايه النهارده هعمل اكل جامد غسلت المواعين ولمعت الرخامه ونضفت الدنيا قشرت البصل قشرت البطاطس والدبابيس غسلتها ونضفتها وخليت الدنيا حواليها زي الفل تعالوا بقى نعمل ايه الغدا بتاعه تعملي ايه النهارده هعمل محشي بصل المفروض تعملي محشي بصل ابيض هيبقى يعني ايه شكلا احلى هو ده طعمه احلى بس انا ما عنديش محشي ابيض فاسكت يعني لا هنعمل شويه محشي كده في الشتا ده انا بعشق حاجه اسمها محشي البصل فانا ولعت على ميه وتعالوا نعمل البصل هناك سوا هنعمل النهاردة تشكيلة محشي بس من احلى تشكيلات المحشي بقى محشي البصل ده من اجمل المحشي البصل اللي انت المحشي اللي انت ممكن تاكليه انت بتجيبي البصل وتغسليها بس البصل الابيض بيدي شكل احلى لكن طعمه حلو ده برضو بس الشكل يعني البصل الابيض بس ما كانش عندي بقى بتفتحيها كده من فوق فتحة صغيرة بالسكينة لان الحتة اللي فوق دي اللي بتبقى ماسكة البصل كله ببعض البصلية كلها ببعضها وتفتحيه كده بخط في النص لما توصلي للنص وتحطيها في ميه سخنه ما فيش يا دوب غلوه واحده فقط تطلعيها بس كانت سخنه بقى كنت عارفه امسكها بس مش مشكله وتفتحيها كده بشويش تطلعيها كده ايه ورقه 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 وتسيبي القلب بقى في جنب بصوا يعني اوريها لكم بقى في الكبيره بتطلعها كده زي ما انت شايفه ورقه ورقه كده وبتطلع معاكي بس هي كانت سخنه اسبيها شويه تبرد او اعمليها تحت الحنفيه هتلاقيها بردت معاكي وطلعت بسهوله جدا بس انا كنت عشان اوريها لكم يعني خلاص خلصنا كده والقلب بتاع البصل بسيبه على جنب بقى بفرده تحت صينيه بستعمله ما بترمهوش القلب بتاع البصليه ده عشان ما بيتفتحش بتستعمليه جبت صينيه ودهنتها زيت وقعدت احشي بقى البصل زي ما انتم شايفينه محشي سهل تحطيه وتلف فيها بس انا ما حطيتش البصل كله مع بعضه القصد الحشو كله مع بعضه يعني انا هعمل بصل وبعدين قلت ايه يعني انا عندي حبه خلطه فقلت اعمل بهم ايه صباعين ممبار بطاطسيتين كوستين فلافلايه شويه حاجات كده على بعضها تشكيله يعني في نفس الوقت كميتها قليله بس متنوعه يعني احنا عايزين نعمل سفره النهارده متنوعه بس كميتها قليله بس حاجات حلوه وبعدين بيني وبينكم انا هحكي لكم الحقيقه انا النهارده عندي طبق دبابيس فراخ
فهو قليل الا كده، فمش عارفه اعمله ايه. فقلت مهما اعمل له برضو يعني هعمله في صينيه هعمله، اه هتحس ان هو قليل كده. فانا قلت ما اعمل شويه تحابيش جنبه يخلي الاكل ايه ده، اكل عزومه يا ولاد. مع ان هي كل الحكايه 5 دبابيس فراخ تقريبا، كان تقريبا نص كيلو او حاجه يعني كميته قليله جدا. فقلت ده ايه، اخليها سفره، تخليها سفره يعني، بحيث ان اللي يخش يقول ايه الجمال ده، رغم ان هو اصلا اكل بسيط يعني. شوف بصلتين عندك على شويه خلطه محشي على بطاطسايه على كوسايه على كده وكده يعني، وتعدي اليوم يعني. المهم خلينا في واحده واحده، احنا خلصنا كده محشي البصل، بصوا لفيته كله بسرعه ازاي سهل ومش هيفك معاكي ولا اي حاجه. اظبطي بس العيد بتاعه واظبطيه زي ما انا هقول لك دلوقتي هيطلع معاكي حلو. قلب البصل بقى كده بحط ارضيه بقى مع بطاطس، قلب البطاطس اللي انت حشتيها كده يعني، قطعت عليه قرن فلفل كده ارضيه حاجات. البطاطس دايما احب احمرها في الزيت لو انا هحشيها لحمه مفرومه، لكن مش هحشيها لحمه مفرومه، هحشيها خلطه المحشي مش بحمرها. في ناس كتير تحمرها بس انا مش بحمرها، ما بحمرش البطاطس دي، بحمر البطاطس اللي هي هحشيها لحمه مفرومه دي، بحشيها نفس خلطه المحشي وبحطها جوه المحشي على فكره، وبتبقى طعمه طعمه جدا كمان. بطاطس عادي بتقوريها وتحشيها خلطه المحشي العاديه، فتبقى شويه خلطه. كنت انا اصلا حاشيه 2 صباع ممبار بس، والله تضحكوا علي. حطيت بقى كده كوسه وثلاثة أربعة وفلافلاية واحدة، بصوا حاجات كده صغنطوطة بس خير وبركة، وعملت سفرة والله العظيم اتبقى طبق محترم هكلناه تاني يوم يعني، رغم ان تحس انهم قليلين بس والله كانوا على ده على ده وده وده، فعطاكي كمية حلوة. المية اللي انت سلقتي فيها البصل اوعي ترميها، حطي فيها شوية ملح شوية صلصة، حطي عليها بقى شوية بهارات بقى المحشي بتاعتك، شوية بهارات مشكلة، شوية فلفل اسود، شوية كمون، تحطي عليها شوية بابريكا، ممكن تحط عليها بقى شوية زيت زيتون، ممكن تحط عليها شوية اللهم صل على النبي دبس الرمان براحتك. انا هحط دبس الرمان على البصل بس مش هحطه على البطاطس. وبصوا انا حطيت البصل مش ميته كتير، البصل واضح قدامكم ازاي، والخضار كله واضح قدامكم. البطاطس اللي ميتها كتيرة سنة، لكن الكوسة لا والبصل لا، عشان البصل ما يعجنش معاكي، يطلع بتمسكيه كده بصلاية تبقى جميلة عليكي. صباعه البصلة صباعي لفيتهم في ورق فويل، وحاولت ادخل، انا دخلت صينيه البصل حلو الصينيتين، حاولت ادخلهم جنب بعض فما عرفتش، فقمت نقلهم هما الاثنين في صينيه واحده وحطيتهم في صينيه واحده عشان ايه اخلص يعني، فاهمين؟ فعملتهم في صينيه واحده وخلاص. تعالوا بقى نعمل نحضر دبابيس الفراخ. حطيت البهارات المشكله اللي عندك، بابريكا وبهارات فراخ وكاري وملح وفلفل وشويه صويا صوص وشويه دبس رمان ومعلقتين صلصه، وتحطي عليهم زبديه. احلى تتبيله فراخ، هتاكلي فراخ يعني اللي حواليك هيتجننوا على طعم الصوص بتاعها. كلي انا نقولوا ايه رايك، كلي قولي، بصوا هتتجننوا على طعم الصوص بتاعها، خطيره. وهي كانت عايزه شويه رز بالشعريه بس يعني، جربي الوصفه دي لوحدها. فعشان زي ما انا بقول لكم دي الدبابيس اللي انا كنت جايباها، فكانوا قليلين بس حلوين. اولا مش انا مستقلياهم قبل ما وانا بطبخ، بس والله فاض عندي اكل اكلناه تاني يوم برضو. فانت البني ادم مننا بيقعد يستقل الحاجه بس والله الاكل بيبقى كتير. هو البني ادم مننا طول ما هو بيطبخ عينه فارغه كده، يقول ايه الاكل قليل، العيال هياكلوا ايه، والله العظيم بياكلوا ويفيد كمان. فاللهم صل على النبي كده تبلتي ده كله، ويستحب لو تسيبها من بالليل تسيبها مثلا ساعتين. انا سبتها في الكيس الحراري شويه وبعدين قمت حطها على طول في الفرن، يعني انا قلت اطبخها، حطيت في الكيس الحراري ده معلقه دقيق وقلبته كده عشان ايه ما يلزقش فيه الاكل ولا حاجه، ونزلت عليه بدبابيس الفراخ والصوص، طبق كله نزلت فيه الصوص كده، وقفلت بقى الكيس. زي ما انتم شايفين اسهل حاجه ممكن تعمليها. انا ما بحبش الكيس الحراري للوصفات اللي الناس اخترعوها فجاه، اللي هو يقول لك احنا هنعمل الكشري في الكيس الحراري، هنعمل المحشي في الكيس الحراري، الحاجات دي لا هم اخترعوها عشانها ولا ليها 30 لازمه. اما مثلا فراخ، حاجات لحوم، ديك رومي، فرخه كبيره، الحاجات دي بتبقى حلوه في الكيس الحراري. غير كده انا لا اقتنعت ولا جربت ولا لا، وده هشوف ناس بتعملها شو بس في فيديوهات، لكن كوضع حقيقي هم اكيد يقولوا لا طبعا ملهاش اي 30 لازمه. المهم الممبار كده ايه، قمت كانت بتاع على بعضها، فقلت خلاص انا هقعد اقطعها اما تستوى هقطعها، فقطعتها كده وحمرتها زي ما انتم شايفين كده في الزيت. بس كانت بتطرطش بقى. فالمهم بصوا بقى الكيسه بتاعه الحراري طلعت، بصوا اللهم صل على النبي، شوفوا الجمال، فراخ دايبه والصوص بتاعها خطير. ريحه البصل المكرمل ده يستاهل بقك. الفراخ اللي بالصوص الابيض ده كانت عايزه شويه، بالصوص ده كانت عايزه شويه رز ابيض او رز بالشعريه، ما
محدش يا ولاد عنده طبق رز بالشعرية ياكلوا مع الصوص ده. كده ممبار زغنطت كانت خلطة محشي صغيرة عملنا بها شوية الممبار ده. محشي خمس صينية المحشي المشكل كوسة. ليه اخر الشهر؟ اكل وحش اكل قليل؟ لا والله كوسة وبطاطس وفلفلاية. ايه رأيكم بقى في الاكلة الحلوة دي؟ لا استنوا انتي تكوني خلصتي المطبخ ومفيش وراكي مواعيد. طبق لفت كده صغنطوط يعني ايه يبلع، بس يبلع الايه المزاج ده. الفراخ دي عايزه رز بالشعريه، هفضل اقول الفراخ دي عايزه رز بالشعريه. هو محشي اهو ومبار اهو ومحشي اهو، ده بقى اللحمه بتاع الاكل. الصوص بقى ده كان يتحط على معلقه رز بالشعريه. لا لا سيبك رمضان امير ابن هاص. كالعاده زي اي ست في الدنيا عمال ما كنت شطبت المطبخ كان الكاتل تولع على الشاي. غسلت مواعين الغدا والله قبل ما اغسل ايدي. وبعدين ايه عملت العشاي بسكر عادي، وانا عملت ليا اتنين فتله شاي اخضر. بتقولي لي نشوه اتنين شاي اخضر كتير، احنا اصلا ما بشربوش الا مره مرتين في اليوم، فبشربه من غير سكر. الشاي الاخضر انا بشربه عادي في ناس تحبوش انا عادي احبه من غير سكر. وعملت العالي شاي يحبس بقى بعد الاكله الجامده دي. وبصوا بقى شايفين الرميه دي معناها ان الحوض فاضي، واخدين بالكم الاحساس بيلمع كده بيلمع. والصوام مخلصة في بطاطسيتين قشرتهم فنقعهم شوية ماء عشان ما يسودوش وبس. والمطبخ كده طبق البرتقال ده هو اشتكى معايا في الفيديوهات، كل الفيديوهات بطلع بطبق البرتقال على الرخامة انا عشان لما قعدتش اجيب فاكهة تبقوا تقولوا لي نشوى عندك حق. بعت بقى ايه امير يجيب لب واخد اقعد اتكلبع كده اسمها ايه معرفش يعني ايه اكلكع كده هنا اهو، واتغطى بالبطانيه واقعد اسقس لب واشرب كوبايه الشاي بتاعتي لحين ربنا يعني ايه ما يهديهم عليا وما يخلونيش اقوم اعمل حاجه جديده يا رب. يعني يفضل المطبخ ايه نظيف. اللي ما صلاش بقى المغرب يقوم يصلي المغرب. والله العظيم اقسم بالله انا ما شربت ميه في يوم صدقوا بالله. انا ما شفتش لما شفت الكوبايه دي انا ما شربت ميه في يوم. طب اعمل ايه؟ اخد حقن ميه؟ اعمل ايه في نفسي؟ حلو المطبخ؟ شوفوا بقى ايه الاضاءه الهاديه دي. انا هحط القران ليه؟ لان هو الوقت بيبقى ايه زي دروس او حاجات من دي فبيقعدوا يتكلموا واحنا مش هنبقى منتبهين ليهم. يا بنتي انا شوفوا بصوا الهدوء، شوفوا هدوء المطبخ وحلاوته وانما الهدوء حلو. اقعد بقى هنا ايه لا اللي حاسه ان الدنيا عتمه قوي صح؟ هقعد بقى ايه؟ هقولكم انا هقعد فين؟ تعالوا. بس ودي قعدتي. هات يا بنتي صينية الشاي بت. هات يا بنتي صينية الشاي بت. عارفه لو كب نقطة على الأرض بشويش بشويش هاتي كده. لا انت في حاجه غريبه. ايه هو ازاي اللي فيه اتنين خفيف واللي فيه واحده تقيل؟ عشان ده لونه اخضر. حطي دي هات لابوكي، حطي دي اشتريها لابوكي. بص بقى هقعد بقى بص بقى المطبخ ابقى حتى كده شايفه المطبخ وانا منشكحه فرحانه قوي. اما امير يجيب اللب اوريه لكم. اقعد بقى ايه اشوف كلامكم وكومنتاتكم كلامكم الحلو ربنا يخليكم ليا. والله العظيم انتوا احسن مني 100 مره. بصوا حتى وانا قاعده شايفه السرير نظيف ازاي والمطبخ عامل ازاي. تعرف شوفي المطبخ اللي انا المطبخ هادي والله شكله هادي قوي. والنبي انا ما عدت حد يقيمني يقول لي قومي اعملي حاجه سيبوني قاعده بقى كده بخت امل.
كل ما بقعد القعده دي بحقد على امل. امل قاعده كده من الصبح اصلا من الغدا هي تتغدى وتطلع تقعد بقى كده اهو، مفيش حد من ولادها يجرؤ لما اقصد لما اقصد يعني لما اقصد والله العظيم اللي هيقول لي انت لابسه شراب فرده وفرده هزعل منه، بس عشان عايزه انت لابسه شراب فرده فرده ماشي يا كلب. فكروني لما اخرج اكتبوا لي نشفه اشتري شرابات عشان الجو برد عليكي وعلى رجلك. فكروني لما اللب يجي اجيب لكم. تعالى. ايوه كمين عاملين لك. ادخل تعالى ادخل ادخل عامله لك كمين. بتاكل انت بعدك تجيب لي اللب بتاكله؟ اللب غلى اللب اللب غلى في كل حته. شوف ده ب 20 جنيه. كذاب كذب. اكله اكله هو ماشي. بص انا جبت الطبق جنبي بحيث ان انا ايه خد ده. هو ايه ده؟ ركن لبن جاموسي ولا بقى؟ مش جاموسي، ما عندناش هنا جاموسي. قلت والله عنده مش عند السوبر ماركت والله. ليه ما فيش حد عنده جاموسي اساسا؟ هو الراجل بيبيع جاموسي وما لقاش الشام اللي انت قلت عنه. فلازاكور فلازاكور والله والله. سالت الصيدليه تانية؟ كذاب يعني. سالت صيدليه واحده؟ لا اثنين. انا بقالي 3 ايام ما اخدتش علاج الروماتايد، جزء واحد فيه يعني مش كله. طب خد يا ابني حط لي دي على الرخامه، عمال ما اقوم الوقت الاغلي اللب سيبه نونا مولع عليه. بص جبت ب 20 جنيه لي قاعده اشربها بقى بالشاي انا وعم. انا بحب اللب ده وبحب اللب الابيض برضو اللي بملح، بس علي ما بيحبوش. مش لاقي علاج الروماتايد، انزل بكره بقى اجيب. اتصل بس الصيدليه مش عندها، ما عندهاش برضو. شاطر حلو الاضاءه دي افتح بس يلا خدي علي شويه لب. بصوا بالليل خالص بقى قبل ما ننام قلت لهم انتوا عايزين تاكلوا؟ قالوا لي لا. طيب امم، قلت لهم انا مش هناكل، احنا هنشرب وهناكل في نفس الوقت. قالوا لي ايه؟ قلت لهم هنعمل حاجه حلوه فوق ما تتخيلوا، مشروب شتوي مغذي ومشبع ومشبع ومغذي ومفيد زياده عن اللزوم. اول حاجه التمر اللي هو المسكر ده اللي ملزق في بعضه ده، جبته فصصت منه كام بتاعي وطحنت حبه حبهان وحبه قرفه، دي قرفه حصى وحبهان حصى. انا ما عنديش مطحون فطحنت حبه، يعني هاخد معلقه صغيره من ده ومعلقه صغيره من ده، بس لو انت عندك مطحون يعني اتوفري الخطوه دي، بس انا طحنتهم عندي. ماشي، يبقى احنا جبنا التمر اللي هو المسكر ده، التمر اللي هو مسكر كده عليه، تحس ان عليه ايه مسكر، اي تمر عندك يعني براحتك. وطحنت بقى فصين حبهان وفصين قرفه عشان وصفيتهم كده بالمنخل عشان لو فيهم حاجه بذور او حاجه تبقى ناعمه، يبقى نازل بودره ناعمه. دول التمر اللي انا حطيته دول في الكبه عشان انا ما عنديش خلاط، انا الخلاط بتاعي من غير شفشق مكسور. عايزه اجيب والله عايزه اجيب انزل اجيب شفشق. فطحنت حطيت عليه شويه لبن وعلى التمر اللي هو المسكر ده وضربته، يبقى في الجنب ايه كوبايه مليانه تمر بلبن. هنجيب براد او طاسه او كسروله فيها حبه لبن، تحط عليهم معلقه كاستر واحده، كاستر او نشا واحده، وتحط عليهم معلقه القرفه ومعلقه الهيل المطحون حلو وذره فانيليا، معلقه كاستر واحده ماشي، وتنزلي عليها بالتمر اللي بلبن اللي انت ضربتيه في الخلاط. حلو الكلام، احلى مشروب اقسم بالله، وانا بقسم بالله هتتجننوا عليه. هتلاقيه تقيل شويه، عايز تخفيه يبقى حط نص معلقه، مش هي بس هي معلقه مش هتخليك. وبعدين انا بحب المشروبات الشتويه دي تكون تقيله شويه بحيث ان هي تشبع وتدفي في نفس الوقت وتحسيها وجبه. بصوا كانت احلى سهره واحلى حاجه انا شربتها في حياتي اقسم بالله، كان طعمها ما تفهميش الطعم بتاع حد عامل كده ازاي. والله العظيم جربيها لو انت مجربتهاش، اكيد كلكم عارفينها بس جربيها بقى لو انت مجربتهاش، او لو انت جربتيها ونسيها قومي اعمليها. خطيره، حطيت على الوش كده مكسرات خطيره، تتاكل بالمعلقه او تخفيها شويه براحتك. بس انا عايزك تدوق تدوق وقول بامانه والله العظيم بدون مجد. استنى سخنه جميله. والله جميله قوي بجد. يا بقى طعم الحلويات السعوديه مش عارف ليه. حلوه جميله قول والله اقسم بالله. هو مش مستعد يعني يقعد ف احلى مشروب شربته في عمري كله. ده حلو، ده عباره عن ايه بقى؟ مش عارف مين طبخه، ما اعرفش مين عامله. كنت نايمه قمت من النوم عفريت حرام عليك بقى بتخوفني. انا قمت من النوم يا ولاد خلاص انت ايه. انا قمت نمت شويه، قمت من النوم لقيت ده معمول، بس مش انا اللي طبخه. كتر خيرهم والله خطير. بصي ما تقولي سحلب
ولا تقولي موغات ولا تقولي هوت شوكليت. لا ده عظمه، ده لازم يخش في تاريخ. في تاريخ جغرافيا او جغرافيا، بس مش عايز اقول في تاريخي. يعني حد عمله يقول لك ده نايا نشوى اللي مؤلفه، واكيد هو انا قعدت ادق يعني معلي. تعرف انه مش سكر بجد؟ والله ما في سكر، امال طعمه مش ماسخ يعني. طب دوق تاني، خد بقى كوبايتك كده. هحاول اكل بس طبعاً. تخلص دوت عادي، هات التصوير. لا لا هات اهو، اقعد بقى. انا عامله لك شموع، مش عارفه جايبه التصوير ولا الشموع. استنى كده جاي دوق بقى. بصوا بصوا لي، اتفضل يا باشا اتفضل. ده بقى اللي يدفيك، ده تقول لي الشتاء هو ده اللي يدفيك. جيب معلقة. لا ده بيتشرب، انا عشان تسخني بس. والله والله وده بيتشرب. ثلاثه ماسكه معلقه بس سخن بس قوي. جيب لك معلقه. لا حبه هان، انا شاريها جاهز كده سخن كده اهو. مش هقول طريقته ايه. لا حلو قوي. قهوة عربي؟ لا. ليه لا يعني؟ تعمل ايه بقى؟ انا في داتا بتيجي تعمل لنا الاكل. داتا؟ داتا. كم جيجا؟ بذمتك هو اللي استحلب؟ لا ده خطير خطير والله. والله جميل قوي. معلش خير.